طبعا صار في مشكلة بالكاميرا، بس لأنه صار في مشكلة قررت إنه نعمل هذا الفيديو جزئين. الجزء الأول مثل ما قلت لكم نضلنا نحركهم بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه على النار لحديد ما يتقل، بس بدون ما نغير الاتجاه. هلأ بعد ما تقل بنضل نحركهم لحديد ما يتقل الكاكاو، بنحط عليهم القشطة. يلا مزهر، هلا بنبلش نحركهم. شوفوا لازم نغطي القشطه بالكاكاو. شوفوا هيك. هلا بدنا نكسر البسكويت ونحط هلا نكسر البسكويت ونحطهم بالكاكاو. طبعا امي عم تساعدني ميرسي. وكتير حلو يعني بنخلص بسرعة. شوفوا كسرناهم، خلوني يفوتوا تحت. مجموعة كبيرة عم نكسرها. هيك بتكون خلصت النسلة، بس بدنا نحط كل البسكويت. حرقتنا المعلقة يا خي. خلصنا هيك، بقى رح نضلنا نخلطها لحد ما يفوتوا لجوا ويصيروا شوكولا. هلا لازم نجيب كيس نايلون. هيدا كيس نايلون. هلا بنجيب كيس، المهم انه يكون كيس نايلون، ورح نبلش نشيل الشوكولا او الكاكاو ونحطهم بقلب الكيس. يلا خلصنا. هلا بدنا نحطهم بالفريزر. طبعا اذا ما زبطوا بدنا نحط لهم بسكوي بعد. شوفوا شوفوا طبعا عم نحط البسكوت. شوفوا هلا قاعدين عم نفوتهم مع كيس تاني. هيدا بس لو ما زبطوا بتحطوا لهم بسكوي،